يبدو أن الأعوام الثلاثة الماضية التي مرت من عمر الثورة لم تثني الشعب السوري عن الاحتفال بذكراها السنوية في مشهد تكرر خلال سنوات الثورة الماضية، لكن الفارق هذا العام هو وجود اشتباكات لم تشهدها الثورة منذ بدايتها. فالثوار في جبهات حلب وريف دمشق والساحل ودير الزور يخوضون معارك شرسة ضد قوات النظام للسيطرة على مناطق استراتيجية هامة، فيما يستمر القصف الشديد على مناطق متعددة في سوريا لا سيما حلب التي تحوي أكبر المناطق الخاضعة للثوار. 1098 يوما منذ أطلق أهل درعا ودمشق صيحتهم المطالبة بالحرية وقابلتها القوات التابعة للأسد بالرصاص الحي. عندها ظهر جليا أن الثورة في سوريا سلكت أو ستسلك طريقا وعرا حتى تصل إلى نهاية الطريق. الثوار يرون أن المجتمع الدولي خذل الشعب السوري بإعطائه المهل تلو المهل للنظام في مقابل دعم روسي إيراني للأسد في مقابلة شعبه، لكنهم في الوقت ذاته أكدوا أن طريق النصر بالنسبة لهم بات قريبا جدا، ويشحذون هممهم بأنفسهم لاستكمال المشوار في مقابلة الظلم. نقول بفضل الله تعالى بعد مرور 3 سنوات على هذه الثورة المباركة، إن الأسباب التي جعلتنا نستمر لهذه السنوات الثلاثة ستجعلنا أن نستمر حتى أن يكرمنا الله تبارك وتعالى بالنصر. إصرار على ترديد نفس هتافات الأيام الأولى للثورة بات واضحا أنه يهدف إلى تفكير النظام والعالم الخارجي أن البداية والنهاية بالنسبة للثورة والثوار سيان، بل إنهم مستمرون حتى آخر ثائر، فقضيتهم عادلة وحريتهم تستحق التضحيات.